على الواردات الصادرات ديال مع دولة إسرائيل كثرت في يعني الرحم ديال المعاملات كثر بين سواء الصادرات أو الواردات في ظل الحكومة ديالكم اللي كنتوا كتحملوا المسؤولية ديالها. نهضروا بكل موضوعية، ما كاينش قرار اللي حكومي رسمي اللي حنا اللي الدولة المغربية مسافقة عليه في قطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل على مستوى العربي. كاين قرار لتجميد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وفي صالح القضية العربية أننا نبحثوا على الجانب داخل إسرائيل لكي يبحث على السلام، لأنه لا يمكن للقضية الإسرائيلية أن تستمر، للقضية الفلسطينية اسمعوا لي أن تستمر بشكلها الحالي. لا بد أن نساعد إخواننا الفلسطينيين على إيجاد حلول جذرية و ذات مصداقية لحلول لقضيتهم. إذا في إسرائيل هناك أطراف تريد السلام، كما أنه في فلسطين هناك أطراف لا تريد السلام. لذا علينا نحن في المغرب وفي الدول العربية كاملة أن نساعد هذه الأطراف على إيجاد الطرق الجيدة للسلام. من هذا المنطلق تنقول إذا كان التبادل التجاري في إطاره المحدود والجيد وماشي المفتوح بشكل عشوائي، هذه ساعد الإخوان ديالنا الفلسطينيين في هذا إيجاد حل عادل لقضيتهم. احنا ما تنشوفوش معنى كاين فرق بين موقف الدولة وموقف الهيئات السياسية. الصبيلة وفد برلماني صهيوني في قبة البرلمان، كان هناك يعني نواني احتجاج ديال الهيئات السياسية وكان يعني هنا خصنا نكونوا نديروا شوية ديال الميز. هناك منظمة اتحاد برلمانات دولية، المغرب عضو فيه وإسرائيل عضو فيه. كان اقتراح أن تنظم جلسة، عقد جلسة لهذا الاتحاد في المغرب. هذا امتياز على المستوى الدبلوماسي كبير لتعطى المغرب. واش كوننا هادي ما نقبلوش هاد الاجتماع يكون عندنا، هادي يحيد اسرائيل من هاد الاتحاد؟ لا، اسرائيل عضوه فيه وستبقى عضوه. كان عندنا الاختيار واش نستقبلوه عندنا ولا ما يستقبلوش عندنا. حنا من ناحيه دبلوماسيه واعتبارا للمصلحه المغربيه الاجتماع كان في المغرب، وليس لنا الحق ان نرفض اي عضو في الاتحاد باش يحضر ولا ما يحضرش، وماشي حنا اللي تنستدعيو الناس. المغرب بلد مضيف، اللي تيستدعي الحضور هو هياكل الاتحاد، هي الكتابه العامه ديال اتحاد البرلمانات الدوليه. دير الخير فيكم وفيها.